يا ريت ابويا كان لسه عايش. حاجات كتير كانت هتتغير. انت عارف لو عرفتني وسط اهلي كان ممكن. ممكن ايه؟ تقدم لك مثلا؟ وكان ممكن ارفضك مثلا؟ بعدين بقى. بعدين في ايه؟ فيكي عامله زي ما تكوني طلعتي لي من تحت الارض، بقالي شهرين مريش غيرك. هو انا مضايقاك قوي كده؟ انت فاهمه انا قصدي ايه؟ لا مش فاهمه. انا بقيت مركز معاكي في كل حاجه، عايز اعرف كل التفاصيل عنك، الحلوه قبل الوحش. الدنيا دي غريبه جدا. انا بفكر لما كنتش عرفتك، قصدي يعني عرفتكم، كان ممكن ايه اللي يحصل لي؟ عادي جدا، كنت هتقابلي ناس تانية ويمكن أحسن مننا كمان، أو كنت شفت شر كان هيأذيني. أنا عارفة إن أنا مش هقعد معاكوا هنا كتير. أنت عايزة تمشي؟ لا أنا عايزة أفضل معاك، قصدي يعني معاكوا. معاك ولا معاكوا؟ هو أنت ليه عملتني كده أول ما جيت عندكوا؟ يمكن كنت خايف يحصل اللي أنا فيه دلوقت. اللي هو إيه؟ لبنى يلا انزلي، عايزيني. يلا جايين. انا هنزل تحت. ابو سمره انا ايه بس عديلي كده. انا ايه؟ انا جيت صدفه على المراشد. صدفه هنشوف احنا الصدفه الحلوه دي. هنشوف عم راشد انا ما عملتش حاجه على المراشد. انا عارف، انا امي هي اللي عملت. امي هي اللي عملت اصلا. انا جيت بالصدفه عم راشد، ما انت عارف. انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ مفيش، انا كنت جاي لك عند غنوه لقيت الباشا قاعد بالصدفه. بالصدفه؟ لا يا اخويا مش بالصدفه. ابو هناء بعته يرقد لي تحت بيت غنوه، لكن انا بقالي ساعه بلففه على كعوب رجليه. طب ما تنطق كده وتقول لنا ايه العباره بقى. انا عم راشد، انا بنفذ كلام المعلم عم راشد، ما انت عارف. شفت اهو. طيب تاخد بعضك بقى وتمشي، ما تبصش وراك، وتقول لابو هناء المعلم راشد بيسلم عليك. تمام؟ اوامر يا عم راشد. تيه اوامر. تيه اوامر. غور في داهيه يالا. تعالي سيب ايدي. الله يا ولية، تعالي في ايه؟ يا راجل بقول لك سيب ايدي، في ايه؟ الله. لا يا حبيبي، الغلط اوله من عندك. شيلت مراتي شغل وانا قايل لك انها في حماك، وراشد راشد كان لازم يهرب. يعني انت وابن عمك اكلتوها لي يا علي يا غور؟ لا يا ونسي، لا يا انس ما تقولش كده. ماشي يا علي يا رب، انا هعمل الاصول وهديك 3 ايام. انا عارف ان هم هيكلموه. لو اللي ليا ما رجعليش يا علي يا روحي، هيبقى ابن عمك ومراتك واللي يشدد لهم في ذمه ربنا. انت لو كنت عارف تجيبهم كنت هتكلمني. الخط قطع. متشكرين يا عم. اي خدمه علي، ولما اتكلم تاني هبجيب لك التليفون. مش هيتكلم تاني. غور على امك انت وهي. Thank you.
عمنا حبيبنا. ايه يا عم خضتني فين؟ الحساب بس عشان بنقفل الورديه. كام؟ 36 جنيه. ايه يا عم ده 2 شاي و2 قهوة عصير. ما هو 2 شاي و2 قهوة هنا وعصير ب 36 جنيه. ايه؟ نقوم نمشي هتقفلوا ولا ايه؟ يقفلوا ايه احنا العصر؟ احنا هنا شغل 24 ساعة، أنا بس يعني بحاسبك عشان خاطر الشفت الجديد. وبعدين بقى في الغلط ده يعني ايه يعني؟ شفت حضرتك أنا شفت اللي هي وردية وردية. طب يا اخويا صحيني الشيبس اللي جنبه. هات 4 جنيه. 4 جنيه؟ حاضر. بكرة الصبح ان شاء الله في 2 موظفين عندولك على الورق، بعد كده بقى مش هيبقى فاضل غير انه يتختم ختم النسر. ايه ده؟ يعني هيطلعوا لها شهادة ميلاد وبطاقة عادي؟ اصلها ساقطة قيد. هنخلص 10 وننزل على طول. لا على طول ايه؟ انت هتستنيني ساعتين اخد الشاور بتاعي وانشف شعري. ساعتين؟ ايه ده؟ انتوا رايحين فين؟ والله يا ماما احنا كنا يعني نازلين كده نشتري شوية حاجات. لكن العجيبة بقى إن الأستاذ طارق تفضل وتنازل وهيجي معانا. طب أولاً بقى أنا مش نازل معاكي. أنا نازل أشتري فستان للبنى عشان تحضر معانا فرح بنت اللي هو خليل. فرح. إيه ده أنت شيء؟ بنات كتير بتجيب في سيرتك. كان عارف يختار منهم واحدة يتجوزها. بلا خيبة. سامعة؟ قولي لها أختك وتهزر معاك. أختي قولي لها حاجة. أنا قلت أحسن. لا خلاص كلت حصلني عشان عايزك. لاحظ حاجة غريبة يا طارق بينك وبين لبنى. مش فاهم. اسمع يا طارق، صحيح لبنى بنت طيبة ولطيفة، بس احنا ما نعرفش عنها أي حاجة، فما ينفعش إنك تفكر. استنى بس يا حاج، ما ده الكلام اللي أنا قلته في الأول. الموضوع اختلف. صحيح هي بنت غلبانة ومسكينة وإحنا بنعطف عليها، بس برضه ما ينفعش نحبها ولا نفكر نتجوزها. انت نسيت انت مين؟ نسيت ابوك يبقى مين؟ على العموم يا حاج لسه بدري قوي على الكلام اللي انت بتقوله ده. بدري؟ يعني ممكن تفكر في الموضوع ده؟ انا ما انكرش اني معجب بيها يعني. لا لا يا طارق، من دلوقتي بقول لك لا. بالصلاة على النبي يا استاذنا، الايجار المفروش ده ليه شروط، وخصوصا لما تبقى اللي هتأجر وهتسكن واحده ست. ايوه ما انا مش هبقى معاها برضه قوي يا عمنا. راشد ده يبقى ابن عم جوزي يعني زي اخويا بالظبط، هيجي يشق عليا ويمشي على طول يعني. ما يضرش، بس صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. مهنه السمساره دي اهم حاجه فيها السرعه، وانا راجل سمعتي زي البرلاند والناس مالهاش غير في ورق. اللي هو بيبقى عامل ازاي ده؟ راجل وست ساكنين في شقه مفروش مع بعض. يبقوا حاجه من الاثنين، يا اخوات يا متجوزين. متجوزين رسمي زي الفل، متجوزين عرفي ما يضرش، من غير ورق ما عنديش شقه مفروشه.